في كلام على الاستوبر تحديدا، ان مثلا احمد دويدار كابتن حسام كان متكلم عنه، مين تاني؟ محمود علاء. بص يا كابتن اسامه، اتفضل يا كابتن. احنا خلينا ننتظر دايما زي ما قلت لك، والموسم مش عايز اقول حددنا احتياجاتنا خلاص. انا قلت لك جبنا وليد وجبنا اسلام، وبنتكلم على هشام في الرتوش الاخيره او في اللحظات الاخيره او اللمسات الاخيره، وعندنا ايمن اشرف، ويبقى عنصر او اثنين ممكن يبقى ان شاء الله الرحمن بمواصفات معينه، عشان احنا كمان داخلين على افريقيا، وافريقيا في المراحل اللي جايه هتبقى يعني مختلفه طبعا عن اي حاجه. بتقابل فرق عندها شخصيه البطوله وعندها يعني لعيبه كويسه وقدرات، فاكيد كمان لازم تكون مستعدين لها جدا. لكن زي ما انا كابتن اسلام، خلينا ننتظر كده، ناخد نفسنا عشان ناخد قرارات باذن الله تبقى في صالح الفرق باذن الله. كلام مظبوط.